بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أجمعين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الفقير لرحمته تعالى الحسن بن طلال، أستذكر معكم روى الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن القول الحسن: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. أعوذ بالله من كلمة أنا، ومرحبا بكلمة نحن. النحنوية هي التي نفتقر إليها في هذه الأيام. بدأت مشواري على الأقدام في منتصف بلدتكم العابرة، والتقيت هذا الرجل الفاضل أمامي واسمه غازي فالح جميل السرحان. لم يحالفه الحظ بأن يدعى لمثل هذا اللقاء، وإن كان مقعدا كما ترون. فأقول أهم ما في هذا التجوال كما عهدنا أبا عن جد من الحسين بن علي الذي رعى اليقظة ومن ثم النهضة العربية، الذي دعا لوحدة العرب في 1915 إلى عبد الله بن الحسين الذي أسس الإمارة والمملكة، إلى جانب رفاقه من خيرة الخيرة من بدو ومن حضر ومن أبناء بلاد الشام الواسعة والحجاز والوطن العربي بكل أبعاده شرقا وغربا. أقول الحجاز دون ما نجد، ولكني أقول بوركت بأمصارها وكل أمصارها. أقول ورثنا هذا المألوف التواصل الإنساني في الأفراح والأتراح عن الوالد طلال ابن عبد الله طيب الله ثراه، وورثنا عن الحسين ابن طلال، ولا فرق بين الحسن والحسين إلا حرف الياء. الحسين الذي كان لنا القدوة والقائد والأب، ومن ثم ابنه عبد الله بن الحسين ابن أخي أعزه الله ونصره. فهذا التواصل يحتم علينا أن نهتم بالآخر. الآخر هو ليس نحن بالضرورة، ولكن قد يكون نحن. إن أفلحنا فالخير يعني، وإن قصرنا فالتقصير مردود علينا به. أنا الفقير لرحمته تعالى بخدمتكم ما دمتم في خدمة الصالح العام. وأقول بهذا إن أعز ما يجب أن نعمل من أجله هو كرامة الإنسان. نعم، بين الحضور من خدم المجالس القضائية والتشريعية والتنفيذية على تقديرنا الكبير لها ولدستورنا العظيم، ولكنني أقول الطبيعة تكره الفراغ. وإذا كان هنالك فراغ بين هذه الأجهزة المميزة في الدستور وبين الناس، فالسبب هو غياب التواصل، التواصل المعرفي. ولذلك أسعد لوجود مستشار العشائر الذي هو كما نعلم ابن شيخ من أبناء هذه
هذه المملكة الفتية، أقول نعم الفتية، لأننا لا نرث الماضي من أسلافنا ولكننا نستعيره من أحفادنا. فعلى أي شكل سيرثون هم هذه الحاضرة وهذه البادئة؟ أضحككم وأذكركم أن المشكلة ليست في البدو، المشكلة في اللي ما بدو. ضحيها الرنة. يعيش معنا يا جلالة الملك المعظم، يا جلالة الملك المعظم، يا جلالة الملك المعظم. يعني في فرق حتى بين الحناجر خلينا نعترف. المهم عندي أركان العمل الأربعة المعروفة: الإيمان والأخلاق. هلا أخوي علي. ولا عمل وكل بوركتم جميعا، والله يقدرنا على العمل الفاضل في هذه الظروف الصعبة. أشكركم جميعا وأسلم عليكم. سيدي صاحب السمو الملكي الحضور الكرام، مشاركة شعرية من شاعر قبيلة السرحان الشاعر كساب الدعيج السرحان أبونا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة إهداء إلى سمو الأمير الحسن بن طلال دام الله من أبناء قبيلة السرحان عامة، وجزيل الشكر للشيخ سعادة الشيخ غالب خلف أبو خلف. اهلا وسهلا بك يا نسل الكريمين يا سيدي، والله على القلب غالي يا ابن الهواشم، والهواشم عزيزين يمنا يا حر في راس عالي. زيارتك هذه شرف للسراحين، لاميرنا المحبوب ارفع عقالي. اهل البويضه رجال الوفيين،